السلام عليكم، معكم موقع ايفا بريس. بصفتك مدير اقليمي ديال التجهيز الاقليمي فيران، شنو وجدتوا لهذه الموجه ديال البرد في هذا المحل؟ محمد الحفيان، المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بافران. بالنسبه للاستعداد للموسم الشتوي، احنا في المديريه ديال التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بافران، الاستعداد تيبدا منذ شهر 6. هذا الاستعداد تيتم على مرحلتين، المرحله الاولى وتتهم الاستعداد القبلي. هذا الاستعداد القبلي تيهم الصيانه ديال الاليات والمعدات، ثانيا صيانه ديال الاجهزه ديال الاتصال اللاسلكي، ثالثا التزود بالمواد الاوليه كالوقود، حطب التدفئه، وكذلك الماده ديال الملح وماده البوتزولين للاشراف. هذه ماده البوتزولين هي ماده بركانيه تستعملوها لاذابه الجليد وكذلك لتفادي انزلاق السيارات اثناء تكون الجليد. تنقوم كذلك بالصيانه ديال التشوير العمودي خاصه، وكذلك وضع الاعمده على جنبات الطريق للمساهمه في تبيان مخطط الطريق اثناء عمليه ديال ازاحه ديال الثلوج. تنقوم كذلك بالصيانات ديال المئوي ديال الثلوج اللي تنتوفروا على اثنتين، واحده متواجده بتيم حضيط واخرى متواجده بهبري، وكذلك نقوم بالصيانه وتهيئه الحواجز ديال الثلج. من اهم المسائل المهمه اللي تنقوم بها كذلك هو اجتماعات تنسيقيه. هذه الاجتماعات تتم على المستوى المديريه بين الاطر والتقنيين والسائقين، اللي تنقوم بها فيها عملية تقييم ديال الموسم الشتوي الماضي، وكذلك تدبير وتنظيم العملية ديال 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 الموسم الشتوي الحالي. كذلك تنقوم بعدة اجتماعات مع المديريات الإقليمية المجاورة على المستوى الجهوي، وذلك لتنظيم وتنسيق أكثر بين جميع المتدخلين. كذلك هناك اجتماعات ديال اللجنه الاقليميه ديال اليقظه اللي تترأسها السيد العامل، واللي تتقوم بمجموعه ديال الاجتماعات التحضيريه واستعداديه لهذا الموسم الشتوي. والمرحله الثانيه هي ملي تتوصلوا بشي خبر ديال انذار ديال احتمالات ديال تساقط الثلوج او امطار، فتنقوم بتفعيل خليه ديال الخلايا ديال 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 المديريه ومركز القياده، وكذلك تتم اعاده انتشار الاليات على حساب النشره الانذاريه الجويه اللي تنتوصلوا بها. العمليه ديال ازاحه الثلوج الاخيره واللي ابتدات من يوم الاحد الى حدود يوم الاربعاء مرت في ظروف جيده الحمد لله. تمكنا بان نحافظوا على جميع الطرقات مفتوحه باستثناء بعض المقاطع الطرقيه، خاصه المقطع الطرقي اللي تربط ما بين ازرو وميدلت. هذا المقطع اللي كان يعرف بعض القطاعات نظرا لحده تساقط الثلوج، وكذلك كانت انعدام من الرؤيه وتكون الجليد، مما ادى بنا الى قطع الطريق اولا بتسيير قوافل، وفي بعض اللحظات اللي كان فيها يعني استحاله استمراريه السير فكنا تنقطعوا حركه السير في هاد المقاطع الطرقيه. العمليه باجمالا تمت في ظروف جيده، وكان هناك واحد التنسيق وواحد العمليه ديال التعاون بين جميع المصالح المتدخله في هذه العمليه. شكرا.